طيب خلونا نروح لموضوع آخر. حفل تأبين أقامه الحزب المصري الديمقراطي لدكتور مكرم مهنا رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات. سابقا كاميرا مساء القاهرة كانت هناك. دكتور مكرم حقيقة أنا ما أقدرش أتكلم عنه عن حسناته وعن الحاجات اللي هو بيعملها، ان ناس كتير جدا قالت عن الدكتور مكرم الكلام ده، لكن انا هتكلم عنه ان هو بالنسبه لي مش اخ، هو بالنسبه لي اب. وانا الحقيقه ما حسيتش باليتم لما والدي توفى، لكن حسيته جدا لما دكتور مكرم انتقل. يعني الحقيقه انا بعجب يعني لمكرم منين كان بيجيب كل هذه الطاقه والوقت انه يهتم بكل الناس اللي حواليه. كان ليه نشاط اجتماعي قوي جدا في العمل المجتمعي، وكان ليه نشاط قوي جدا في العمل الكنسي، وكان ليه نشاط قوي جدا في العمل السياسي. وده طبعا ده غير اعماله اللي هي في البيزنس وفي الصيدلة وكده. كل مرة كنت بروح لمكرم في زان امالية لشخص محتاج حاجة، محتاج عملية في الظروف الشقة اللي احنا بنعيشها دي، كان مكرم كنت متأكد تماما ان مجرد ما اقول له مكرم كان مكرم بيستجيب تماما، بل بالعكس بعد ما الراجل يعمل عملية ويبقى كويس وانا نسيت الموضوع يقابلني يقول لي الراجل اللي احنا عملنا له عملية اخباره ايه، لو عاوز حاجة قول لي، بكون انا نسيت اقول له انا هو فيهم، يقول لي مش انت جيت لي وكلمنا وبعدين يقعد يكلم الجراح ويقعد يكلم مدير المستشفى ويقول لهم ادوني خصم يعني كما لو كانت هي قضية خاصة بي. هذه النماذج مش بتتكرر. فكرة انه يأسس جمعية من 15-20 سنة عشان يخدم بها المناطق الفقيرة والتعبانة دي كانت مش اي حد بيعملها، وانه يصرف فيها من ماله الشخصي. يعني فكرة انه يأسس حاجة اسمها الاسرات الجمعية في الكنيسة القبطية دي كانت جديدة، ما كانتش موجودة قبل كده. انه يهتم بفكرة عمل الكنائس المسكونية مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم، دي حاجة جديدة. هو شخص مميز مبدع الحقيقة، كان سابع عصره بسنين كتيرة جدا. يعني هو مصري حقيقي وطني بيؤمن بمصر دولة متقدمة، دولة مدنية حقيقية. هو مهتم ومؤمن بأن الاقتصاد المصري لازم يتقدم عشان الناس تشتغل وينتج، وعشان كده اهتم بصناعة الدواء. هو مهتم جدا بالشأن العام والشأن السياسي بالرغم ان هو مش واجد سياسي، انما مهتم جدا.